في أحد الأحياء الشعبية بمدينة سلا وفي بيت متكون من 4 طوابق يعيش جمال متزوج من 4 نساء وأب ل12 ابنا. بعد 17 سنة قرر جمال الذي ينتهن النجارة قرر الزواج على زوجته الأولى التي أنجب منها 8 أبناء قبل أن يقترن بالثالثة فالرابعة، وللشيخ مبرراته في ذلك. الفكرة بدأت تتراود ولقيت بأن هذه الفكرة أنها شرعية ومن حقي أنني نتزوج يعني أكثر من زوجة، والزوجة الأولى جزاها الله خيرا نطلب الله يبارك فيها ويقوي من أمثالها. يعني وقعت الفكرة وبدينا تنقلبوا مدة ديال سنوات، حنا تنقلبوا على المرأة المناسبة اللي يمكن لها تسير معنا هذه الحياة ديالنا. منين حصلنا عليها بعد 17 سنة تقدمنا لها والزوجة الأولى هي اللي خطبتها ليا وهي اللي جابتها لي. تعدد الزوجات هو الأصل في رأي جمال، لا يرتبط بالضرورة بوجود المبرر بل هو الحل الأمثل لعدد من الظواهر الاجتماعية. أنا تيبان لي التعدد هو الأصل، لأن الآن دابا اللي تنشوفوا هذه كثرة النساء وقلة الرجال، أنا تيبان لي غيكون الحل هو التعدد، بدليل أن دابا كاين بعض النساء اللي تضطر تكون هي الخامسة ماشي هي الرابعة، وهادشي تعرض عليا أنا. تعرضت باش أنا قلت لو كان في الشرع أننا ممكن نكون أنا الخامسة أنا مستعدة باش نتزوج أنا الخامسة مع هذا الرجل. انطلاقا من تجربته يرفض جمال الربط بين تعدد الزيجات وتعدد المشاكل الأسرية وتزايد المصاريف المادية. أنا تنقول بالعكس، تنقول اللي بغى يتزاد في الرزق ديالو هو يكثر الأزواج والأبناء، لأن كبعض الأرزاق بعض الأرزاق ما تيسوقهم لنا الله سبحانه وتعالى إلا بسبب الأزواج، تعدد الأزواج وبسبب الأولاد. أقر الإسلام مبدأ التعدد بشرط العدل بين الزوجات، وبالنسبة لجمال فالعدل هو المفتاح الذي يضمن العيش بسلام مع حريمه الأربع. صحيح أن الرجل أقر باستحالة العدل بين زوجاته في المشاعر والمحبة، لكنه أكد حرصه على العدل بينهن في المبيت والمأكل والملبس وكل المصاريف الأخرى. بسبب العدل ديالك ما تتخليهمش يتكون عندهم المشاكل، لان من شوفك مثلا المراه انتمي لواحد الوحده وعارفه الحق ديالها تتكون تسبب في المشاكل باش يكونوا. اما الا كانت لا تقول لك انا تعطيني حقي واكلة شربة مكسية، عندي الحق في المبيت في السفريات في زياره الوالدين ديالها، لما تترى لي مناش تشكال المراه. فاطمه اولى زوجات جمال وهي من تقدمت لخطبه الثلاث الاخريات، ومبررها في ذلك هو ايمانها بحكم الشرع وحرصها على نيل مرضات ربها وزوجها. ملي بغيت نتزوج وافقت على شرع الله، ما عرفتش الرشد، يعني طاعة لله ثم طاعة للزوج ديالي، والحمد لله جبت لي اخت كنت عندها 13 عام، تاهي ولدت دابا الحمد لله وليدات ولات 4 ديال الاطفال. في 19 من عمرها قبلت منى ان تصبح الزوجة الثانية لجمال، وبعد ان انجبت 4 ابناء تؤكد هذه الشابة ان حياتها الزوجية طبيعية لا تشوبها شائبة سوى من وجود مشاعر الغيرة والتي تبقى فطرة في كل النساء في نظرها. انا جيت على المرأة اذا تقدمت انا شرع الله عز وجل ما يمكنش نعارضه، ولكن صح انك يبقى فطرة المرأة، الغيرة فطرة المرأة. يعني جاتني مسألة في الاول صعيبة، فمن بعد الحمد لله يعني كما قالت الاخت جزاها الله خير، يعني اللي كان الدين يعني وكان التقوى يعني الحمد لله كلشي كيهون، كتبقى بيت فيه يعني عجوزه والوايس والويسات وكتبقى يعني صداع، كتبقى كثر الدراري كتبقى صداع. في مصلحة النساء اساسا يصب التعدد بالنسبة لجمال، فكرة يدافع عنها باستماتة المقتنع وعن تجربة. التعدد ما عنده حتى شي ضرر بالنسبة للمرأة. أنا تيبان لي والله أعلم بأن المصلحة ديال التعدد عند المرأة أكثر من اللي عند الرجل، لأن المرأة تتولي تتحسن التبعول مع الزوج ديالها، تتولي تتحصل الخدمة ديال الزوج ديالها، لأن تكون تتفرط بعض الأمور وهادشي حنا لمسناه، ماشي معنى راه الزوجة الأولى كانت يعني مقصرة أو لا. تتولي تتبدع في المعاملات ديالها وتتولي تتبدا توقع التنافس، بالتالي تؤجر على ذلك، لان لما توقع التنافس في خدمه الزوج تكون الاجر ان شاء الله ماجور على ذلك. حول نصف المائده يتحلق افراد اسره جمال، وفي اجواء يطبعها الدفء والوئام تحيط به نساؤه الاربع رفقه اطفالهن، هو اختار ان يعددهن وقبلت كل واحد